من قال علي ان انا مبعثس؟ ها؟ من قال علي ان انا مبعثس؟ من قال؟ من قال؟ انت صح؟ تعال نشتغل؟ انا مسكين الله، انا مسكين الله، هم اللي يدوروا الهدى، هذول هم قليلين العقول اللي كل يوم يظهروا لنا بخباره جديده وبعثسه جديده. طلافيس لو سكتنا عليهم بيتراكموا، لازم الواحد ينظفهم اول باول. قال لك الفكر السياسي للشهيد الراقد والقران الناطق والبرتقال الحارق، ما هو من فكر سياسي يا اللهم اننا صايم بس رمضان راح نصوم زي عباد الله. نكعة واحدة ور 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 ور، وفجأة من الكهف إلى كلية الطب. قال لي ناقش الفكر السياسي للشهيد الناطق. الشهيد الناطق يقع لك شباك لما تختلم منطاد كذا وتطلع يشيل لك ربنا وشيل. مو قابك هون لخاءة الطلبة، خف علينا يا ماو تسي تونغ، خف علينا يا مهاتير محمد، مو من فكري يا نيتشا، بعاسيس مقذيات. قال لك فكر ومن صدق في قاعات الطيب ويهنقموا ولافتات. هي هي، على الاقل فكر الناطق هذا حقك، روح هناك ناقشه في المشرحه حق الكليه، روح هناك شوف ايش قال داروين على الموضوع. كون هذه الشخصيه تعد ثروه وطنيه وملكيه قوميه بغض النظر عن الانتماءات الضيقه. هيا قال لك ملكيه عامه، قال لك ملكيه عامه، ايش يعملوا بو هذه؟ ايش من ملكيه عامه؟ حمام والله عام ابرك واهم منه. وقال لك دكاتره، ايش من دكاتره؟ ايش من دكاتره؟ ايش بقوا عاد للسراسره؟ الواحد لما يشوفهم ما يدري ايش يقول. من فين انت عدد هذه القراد يا ربي؟ متعلمين وشيناط وبعدهم بعضهم معاهم شهادات، لا وشهاده دكتوره. وبالنهايه يقول لك فكر الشهيد البزرميطي والمنبع نجاعة فذة لحل كل إشكالية الواقع. نقعة ها؟ نقعة يا نقعة، يعلم الله، يعلم الله كم قطقطوا ولقطوا من بعد هذه الفعالية. ولا عاد خلوا حاجة، الاحتياطي في البنك ونهبوا، الأراضي حق الدولة ولطشوها، المشتقات النفطية وعوموها، المناصب لا هناك لا هناك قرطوها قرض، الدولار ونفخوا. هذا كله فعايل الفكر الشهيد الناطق، ده كله فكرك، هذه الدراسات كلها عشان هذا الفكر. هذه مسيرة القرد، أما القرآن فهو بريء من أعمالهم وأفكارهم وقائدهم. شغالين بس لا إزاحة وتصفية. تخيلوا 66 دكتور صفوه على طول من جامعة صنعاء عشان بس يخرجوا دون البقر ويتكلموا ويتحوا لهم الفرصة عشان يقولوا إنه حسين الحوثي كان معه فكر ويقف دراسته. هذا يعني ماذا؟ مسيرة القرد في كل مؤسسة وإدارة، قطقطوا ولقطوا كل المستحقات والمخصصات، قراد ياكلوا الاخضر واليابس كله باسم القران والجهاد مع ربي، كل الهلافت اللي بيجاهدوا مع ربي قدهم الا فلوس وسيارات ودكاكين وعمارات وبيتزوقوا من ثنتين وثلاث. اللي كان كذا منه مقاعه ولخاليخ راب ربالو كرشة مع الجهاد مع ربي، ما عدا هذا الشخص ابو برعه الى اليوم ولا سمن ولا بان عليه الجهاد مع ربي، شكله في بدود تاكله. مسيرة القراد، زلقوا عيال الناس والفقراء والمساكين عشان يحافظوا بس على شروط القناديل في التفاوضات، عشان يحافظوا على ما نهبوه وما سرقوه من أموال الشعب. من إبداعات مسيرة القراد، نهبوا وحدة زفلتة تشترن المحافظة في صنعاء ب 2 مليار وراحوا يأجروها للدولة بمليارات، وهات لك يا زروطات. هذا هو فكر الشهيد الناطق، أجينا له تقع أحمر عين وتسرق مخصصات الدولة ها وتنهب بسم الله عشان بس الله توصله لكن شت صاحب مران خرق بلالي ساحات فوق كل البلاد. طبعا هم قاوا يكافحوا الفساد واقوا يسقطوا القرعة ويسقطوا طبعا القوة التقليدية واقوا يحاربوا الدواعش، وده الحين اسقطوا البلاد والعباد. مسيرة القراد
قد وصل وقعها لكل مدينة وقرية وحافة وزوغط ومطراق وكل الناس وصل لهم، وحتى قطران شغلنا حنا بالريف وقابلوا الريف لمن عنده. أما دالحين قدو دوشان عندهم جالس يتطاول على أولياء الله، وقدو ماركسي كافر، والمقالة حاليهم قدو عندهم عميل ومرتزق وبطل يطلع الشاشة. المهم الظلط تلعب بالنفوس، ولما تزيد الفلوس يتضاربوا اللصوص. قراد ربي قراد، هيا أش ولا أنا.